اللجنة انعقد الاجتماع اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة وحفظ الصحة يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 على الساعة 11 صباحا بمقر جامعة حسان بحضور كل من السادة فاطمة بتوزة نائبة رئيس اللجنة نادر الرماش عضو اللجنة كما حضر الاجتماع بصفة مرحبين كل من السادة إدريس عام رئيس مجلس جامعة حسان حسن الحسين عزيزي رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والسير والجولان إدريس العروسي رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة علي حلحال رئيس قسم الشؤون التقنية والاقتصادية مصطفى عثمان رئيس المصلحة النظافة وحفظ الصحة منير حسن العيس ممثل شركة إس أو إس المخول لها تدبير قطاع النظافة بالإسلام وقد تضمنت جدول الأعمال اجتماع المناقشة بالنقاط التالية المناقشة تقرير السنوي 2022 الخاص بتدبير قطاع النظافة بالإسلام ومناقشة النقطة الرابعة المدرجة في جدول أعمال الدورة. في البداية رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة الحاضرين مؤكدا على أهمية تتبع عمل القطاع الخاص بالمخوة لتدبير بعض القطاعات الحيوية بالإسلام ورصد نقاط الضعف والاختلالات قصد عمل على تزوج الاسوريس لتقديم تقرير مذكور والذي بدوره قام بعرض مفصل لخدمة الشركة خلال سنة 2022 وبعد مناقشة من مجموعة النقاط المهمة التي وردت في العرض تطرق السيد رئيس اللجنة إلى الصعوبات والعراقيل التي واجهت الشركة سابقا ومشددا على تفاديها مستقبلا وتكثف الجهود من خلال تنسيق جيد مع مصالح معنية لغاية توفير خدمات تتميز بجودة عالية وترقى لطموحات الساكنة والمساهمة في تحسين جمالية المدينة. وأما فيما يتعلق بالنقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة فقد تم تثمين الجهود المبذولة من طرف المجلس في إيجاد حلول ناجعة من أجل إحداث مقبرة لدفن أموال المسلمين بالمسلمين مع دعوة إلى بذل مجهودات أكثر من أجل إخراج المشروع إلى الوجود في أقرب أجل ممكن. وفي الأخير توجه السيد رئيس اللجنة بالشكر أعضاء اللجنة وحضور الكريم على سياسة صدرهم والاهتمام بانشغال اللجنة واختتم الاجتماع على الساعة 2:30 مساء وشكرا. شكرا.